محترمي سلام الله عليكم، الكل في سباق مع سوريا وعلى سوريا وعلى أرض سوريا. لم يعد خافيا تداخل الملف السوري بالخليجي العربي والإقليمي والدولي، لكن لم يعد سرا تدخل هؤلاء وغيرهم في الأزمة السورية. ربما بات العكس هو الصحيح، إذ لم يعد إخفاء الانخراط في الحالة السورية الدموية الراهنة أمرا طبيعيا، بل أصبح إعلان المشاركة التفصيلية فيما يجري علامة تفاخر، حتى وإن كان بالدم السوري وعلى حساب دم السوريين كلهم لا فرق. فمن يميز بين دم ودم أيا كانت سلامة حجته ونبل هدفه يحتاج مراجعة أخلاقية حقيقية. والأيام بيننا، هذا في العام، في الخاص سياسة وسلاح. لغة السلاح بينة: قتل وقتال، تسلح وتسليح وتمويل، تباه بالتسليح لهذا أو ذاك. البعض في مؤتمرات وزراء الدبلوماسية وليس الدفاع للمفارقة وعلى الهواء مباشرة. المفارقة أيضا أن الكل يرفع شعار سوريا حرة. المعارضة هي لسوريا حرة من الدكتاتورية والقمع ومحور ممانعتها، والموالاة هي لسوريا حرة من الإرهاب والتبعية والمحور العربي الرجعي الأمريكي الإسرائيلي. لكن المحصلة على الأرض حتى الآن أن الدم السوري يسيل بركا والروح السورية تزهق أكواما في السياسة، أو لنقل من بقي يتحدث سياسة ويدفع باتجاه حل سياسي لا مسلح. ثمة حديث عن أفق ممكن بعد مرور مرحلة الوقت الضائع الراهنة. المعارضة معارضات، ائتلاف وطني جديد أعلى من المجلس الوطني. مؤتمر أصدقاء سوريا الأخير في مراكش المغربية اعترف به ممثلا شرعيا للشعب السوري. تردد طويلا أن حكومة انتقالية من المعارضة على وشك التشكل. حديث عن مبادرة تركية ضابط إيقاعها تنحي الرئيس الأسد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد. مبادرة إيرانية معلمة من بنود ستة ضابط إيقاعها حوار فتسوية تمهد للاختيار الشعبي. واشنطن تعترف بالائتلاف وتصنف جبهة النصرة جماعة إرهابية. جبهة النصرة هي ذراع عسكرية لقوى في المعارضة على الأرض. روسيا تعلن خيارا وحيدا هو الحل السلمي، ولم تظهر ما يشي بتغيير موقفها من الأسد. المعارضة معارضات، لا أحد يسحب شرعية المعارضة والنضال والثورة من الآخر. لنقل إن الائتلاف الوطني يحتل مشهد الاعتراف الدولي لا نقاش. لنوثق أيضا أن جماعات سياسية مؤسسة للمعارضة والحراك ما زالت تفرض نفسها رقما جديدا أو جديا في المعادلة السياسية والميدانية. لنؤكد كذلك أن رموزا ثورية وطنية تصمد على نهجها ومواقفها وثوابتها. الدكتور هيثم مناع واحد من أبرزهم. يطرح اسمه، نتحدث عن المبادرات الجدية طبعا. معه نراجع آخر المستجدات. ما الجديد؟ أين المحطة المقبلة بعد روسيا والصين وغيرهما طبعا، ومفاجأته الإيرانية؟ أما زال ممكنا أصلا حديث عن حل سلمي وتسوية، أم لا أفق إلا للغة السلاح والاقتتال؟ سنوسع دائرة الحديث أيضا لنلامس مجالات فكرية واستراتيجية أمام المشهد المصري المتصاعد والتقويم المبكر لتجربة الحركات الإسلامية في السلطة. فإذا كان المشهد السوري قسم العرب، فالمشهد المصري يلقي بدلاله على العربي كلهم. لا شك أيضا أن المركز الفلسطيني ما بعد غزة حوله كلام كبير. احتراماتي دكتور هيثم مناع. مساء الخير سيد العزيز. أستميحك عذرا في البدء بما قاله نائب الرئيس السوري فاروق الشرع، هو ابن بلدياتك بالمناسبة، وأعتقد أيضا في قرابة عائلية، عندما يقول الحسم العسكري وهم والحل بتسوية تاريخية. أولا أعتقد أنك قرأت ما تفضل به نائب الرئيس الشرع، ما هي قراءتك لما قاله؟ أنا أظن بأن هذا الإنسان بخبرته في العلاقات الخارجية وبخبرته في جهاز السلطة نفسه وفي الدولة، يعرف جيدا القدرات التي تملكها الدولة سواء كانت أمنية أو عسكرية،
ويعرف أيضا أن قضية الحسم العسكري في أي حراك مدنيا اجتماعيا واسع مثل الذي عشناه في سوريا والذي تحول بأطراف منه إلى عسكري، يعرف بأنه لا يمكن فيه أن تنتهي الأمور بفشل الحراك الاجتماعي أو بالقضاء على الدولة، الأمر الذي تدعو إليه عدة أطراف وتسير نحو عدة أطراف. من هنا نحن قلنا نحن بحاجة إلى تسوية تاريخية، وقلنا هذا للروس وقلناه للأمريكان، قلناه لعدة أطراف التقيناها، ونقوله داخل البلد، ونظن بأن الحل العسكري وهم، وفي هذا نلتقي تماما مع الأستاذ فاروق الشرع. يعني أنت تعتقد أيضا دكتور هيثم بأنه لا مجال لأي حل عسكري، وأن هذا الأمر هو وهم، والحل الوحيد هو في تسوية تاريخية؟ يعني أنت أيضا تجزم بأنه لا مجال لأي حسم عسكري في سوريا؟ الحسم العسكري بالنسبة لنا هو بداية مصيبة جديدة طويلة الأمد، وليس فقط هو نهاية النظام أو نهاية رأس النظام. ستبدأ المشكلات الحقيقية في حال كانت النتيجة بالضربة القاضية. كل من يوجه الضربة القاضية إلى الآخر سيكون النتيجة إما تطرفا بعمليات انتقامية انتحارية معممة من قبل ليس فقط مجموعة صغيرة من الناس، وإنما مئات بل آلاف الأشخاص الذين يقولون لا نقبل بالفشل من كل من أراد التغيير، ومن جهة ثانية كل الأطراف التي خسرت دما وخسرت من أهلها وخسرت ما تملك لن تسكت، وستعتبر كل من لم يقم معها بذلك مقصرا، كما رأينا في حلب. حلب هي النموذج المصغر لمأساة وطنية كبيرة معممة من الساحل إلى دير الزور ومن إعزاز إلى درعا، إذا كان حصل انتصار لأي طرف. من هنا ضرورة أن نبتعد عن فكرة الانتصار العسكري، لأنها في حال تحققها فهي مدمرة وبداية حرب مذهبية وأهلية طويلة. طيب دكتور هيثم، طبعا أنت ابن الثورة، أنت تؤمن بالثورة، أنت تعتقد بالنظام السوري نظام غير ديمقراطي وأنه ينبغي أن يتغير. طبعا هذا الكلام كلامي دقيق لما أعتقد في شأنك، أليس كذلك دكتور هيثم؟ طبعا هذا النظام نظام أمني عسكري ودكتاتوري، لا شك. لا شك كما تتفضل بطبيعة الحال. يعني ما أود أن أقوله أنك تنطلق من إطار أنك معارض، أنك تؤمن بما أن ما يحصل هو ثورة، وأن هذا النظام ينبغي أن يتغير. هذه قاعدتك الفكرية والسياسية التي تقود فيها نهجك السياسي. سؤالي، عندما تقول اليوم هذا الكلام، لأنه الحقيقة ربما تقول إن من يحسم عسكريا ستكون هناك مصيبة لسوريا، لماذا لا تتناغم مع رفاقك وأصدقائك في إن ما يحصل من عمل عسكري هو كفاح مسلح؟ هل تعتبره كفاحا مسلحا ما يحصل على الأرض؟ نحن بكل بساطة ومنذ بداية القرن 21 منصف المرزوقي وأنا وعدد من المفكرين السوريين داخل البلاد، وبشكل أساسي مفكرين إسلاميين، منهم رياض درار، منهم محمد عمار، ومنهم أيضا جودة سعيد، كلنا كان لدينا قناعة بأن المقاومة المدنية هي الوسيلة الناجعة الوحيدة للقضاء على الدكتاتورية بالتخلص من مؤسساتها، وليس بإعادة إنتاج مؤسساتها، لأن العنف يعطي القوة للمؤسسة الدكتاتورية كمؤسسة، وبالتالي تختلف الإيديولوجية وتختلف الأشخاص، ولكن تبقى الروح الأساسية التي قامت عليها الدكتاتورية. من هنا لابد من أن نتفادى العنف بكل الوسائل، وهذا ما سميناه سلمية الثورة، وهذا ما سماه المرحوم أخي معنى العودات سلمية ولو قتلوا كل يوم 100، لأننا كنا ندرك بأن القتل من جانب واحد يصنف القاتل مجرما ضد الإنسانية، أما القتل من جانبين فهو حرب،
عليك أن ترتكب جريمة حرب حتى تسمى عملية قتل، ونحن بالنسبة لنا دم السوري على السوري حرام، وبالتالي لا يمكن أن نقبل بأن ندخل في معركة القتل ومعركة الأرقام، هذا قتل 6 وهذا قتل 10. هنا نحن دخلنا في عملية التحطيم الذاتي للمجتمع والدولة، وعملية التحطيم الذاتي هذا لا يمكن أن تعطي نظاما ديمقراطيا مدنيا. من هنا قناعتنا الأساسية كانت في التمسك بلاءات 3: مناهضة الطائفية من أي جانب طرف جاءت، مناهضة العنف من أي طرف جاء، ومناهضة التدخل الخارجي، لأنه يزور الصورة التي تعكس الصراعات الاجتماعية الفعلية في المجتمع السوري بترجيح طرف على آخر. طيب، هذا ما يحصل الآن على الأرض دكتور هيثم، التي من فضلك دكتور هيثم، هل ما يحصل على الأرض الآن من قبل المعارضة لا تعتبره كفاحا مسلحا؟ ماذا تصفه هذا العمل المسلح على الأرض؟ نحن نحب أن نذكر بأنه في أطراف منذ البدء أرادت أن تكون جهادية وأرادت أن تكون مسلحة، وقاومها الشعب السوري ورفض أن يتسلح. السلطة أيضا وزعت أسلحة ولم تنجح في أن تسلحها، لكن الحل الأمني العسكري أدى إلى ضغط كبير أصبح كطنجرة البخار، المجتمع قابل للانفجار. في 6 أشهر أعطت السلطة الدكتاتورية أسوأ ما عندها، ولكن دفعت المجتمع لأن يعطي أيضا أسوأ ما عنده. وهنا مشكلتنا الكبرى، أننا أصبحنا في توجه نعطي فيه ما يمكن أن نقول الأسوأ على حساب الكرامة والحرية، على حساب حق الحياة لكل سوري، على حساب الأمان لكل سوري. من هنا دخلنا في نفق مظلم، وقلنا بأن هذا النفق المظلم لا يمكن أن يكون إيجابيا، ورأينا ذلك في حمص والنتائج التي حملتها مدينة حمص الجريحة. مدينة حمص الآن فيها غسيل مذهبي في أكثر من منطقة، فيها دمار على الأقل في 3 أحياء، وفيها قسم كبير من الناس يصل إلى 40% من السكان نازحين أو لاجئين. ثم انتقلت العملية إلى الشمال، وهنا أنا أحمل وأكرر دائما، وكان معنا المجلس الوطني على فكرة ثم تراجع، حملنا السلطات التركية المسؤولية عن السماح بدخول الأجانب، لأن دخول الأجانب أدخل عنصر لا يعرف شيئا لا بالخارطة المجتمعية ولا بالخارطة المذهبية ولا بالتعايش ما بين القومي والديني في سوريا، وجعلنا ندخل في هذه الظلامية التي ترى المجتمع فرقة ناجية واحدة ومن سواها فهو بالضرورة كافرا ومكفرا. وهنا بدأت مشكلتنا الحقيقية، ومن هنا أظن بأننا رأينا مأساة هدم حلب، ويمكن أن نرى مآسي أخرى إذا ما استمرت هذه المجموعات في أن تأخذ في المكان حيزا أوسع، لأنها حقيقة الأكثر تدريبا والأكثر دعما ماليا ولها أكثر من تجربة، بالتالي لدينا خطر حقيقي من أن تكون هذه المجموعات هي الطرف الذي يصل إلى دمشق قبل غيره. وفي هذا الحال بالتأكيد لن يكون هناك دولة ديمقراطية بحال، وعلى الائتلاف وعلى المجلس وعلى هيئة التنسيق وعلى كل الأطراف الديمقراطية أو شبه الديمقراطية السلام، لأننا سنتحدث في خيارات أخرى لا علاقة لها بالديمقراطية. مع ذلك أنا أود أن أعرف دكتور، أنا فهمت الآن كل المبررات، ولكني أود أن أسمع منك من فضلك، هل ما يجري على الأرض من قبل المعارضة تعتبره كفاحا مسلحا أم ليس كفاحا مسلحا؟ أنا أظن بأننا وصلنا إلى درجة أصبح فيها استمرار العنف من قبل السلطة ومن قبل المعارضة استمرارا تدميريا لا نتائج إيجابية له. لا يمكن بحال من الأحوال أن نتكلم عن انتصارات عندما نخسر 50 مترا أو نربح 50 مترا ويكون الثمن 70 بيت انهدموا وعلى الأقل 150 مواطن تم قتلهم لا علاقة لهم ولا ناقة لهم ولا جمل في الصراع الحاصل. نحن اليوم المشاركين في الثورة المقاتلة
الذين يشاركون في القتال لا يتجاوز بكل الأرقام عددهم 70 إلى 80 ألفا، في حين أن المجتمع السوري 23 مليون إنسان، وبالتالي لا يمكن أن يكون المجتمع السوري رهينة سلطة الدكتاتورية الأمنية. نعم دكتور هيثم، أود أن نكمل فقط مع ما قاله نائب الرئيس فاروق الشرع. طبعا أود أيضا أن نعطي الحق حقه لجريدة الأخبار ورئيس تحريرها زميل عزيز إبراهيم الأمين. يقول سيد فاروق الشرع: كل منطق، أنا فقط ليس فقط أريد أن أسرد بعض ما قاله، ولكن لأن هناك نقطة يتعلق فيها بالتسوية بعض النقاط أود أن أعرف وجهة نظرك من فضلك. كل منطق يقوم على مبدأ رفض الحوار إنما يعكس رغبة في عدم التوصل إلى حل بيد السوريين أنفسهم، وبالتالي فإن أي تسوية سواء انطلقت من اتصالات أو اتفاقات بين عواصم عربية وأقليمية ودولية لا يمكن لها العيش من دون أساسها السوري المتين. الحل يجب أن يكون سوريا، ولكن من خلال تسوية تاريخية تشمل الدول الإقليمية الأساسية ودول أعضاء مجلس الأمن. هذه التسوية لابد أن تتضمن أولا وقف العنف ووقف إطلاق النار بشكل متزامن وتشكيل حكومة وحدة وطنية ذات صلاحيات واسعة، وهذا ما يجب أن يترافق مع معالجة الملفات العالقة المتصلة بحياة الناس ومطالبهم المحقة. أولا عندما يتحدث السيد فاروق الشرع لا يتحدث فقط أن الحل على أرض سوريا ومن داخل سوريا، لا، هو يقول أن هذه التسوية التاريخية ينبغي أن تشرك أيضا دولا إقليمية، تسوية تاريخية تشمل الدول الإقليمية الأساسية ودول أعضاء مجلس الأمن. ما الذي تفهمه من هذا الكلام؟ يعني كيف يمكن أن تكون التسوية سورية داخلية وهي تشمل تسوية تاريخية دول إقليمية ودول أعضاء في مجلس أمن؟ هل هذا يعني بأن الصراع الحقيقي هو بات إقليميا دوليا على أرض سوريا، هكذا يفهم الرجل، أم يعتبر أنه حتى لو اتفق السوريون فما دام لم يتفق يحصل اتفاق خارجي الأزمة مستمرة؟ المشكلة السورية تعربت وتدولت ولم تعد مشكلة سورية، وإذا قلنا بأنه المشكلة وقفت هنا وأنه نحن مشكلتنا واقفة ومحلولة إذا كان اتفقنا كسوريين، نحن اللي عم يتدخل فينا حتى في تكوين تنظيماتنا وحتى في أسلوب عملنا، الآن يتدخل في شؤوننا بشكل يومي، يتدخل في أنواع الأسلحة التي يجب أن يحملها المقاتل، ويتدخل بالكلمة التي يجب أن يلقيها معاذ الخطيب. وبالتالي عندما نصل إلى درجة تدخل من هذا النوع لا يمكن أن نتحدث عن مشكلة سورية فقط. نحن اليوم لذلك نحن توجهنا إلى موسكو وتوجهنا إلى الأمريكان وطالبنا كل الطرفين، نحن قلنا للطرفين إذا أنتم شكلتوا لجان عمل، لجنة عمل روسية ولجنة عمل أمريكية بالتعاون مع الأخضر الإبراهيمي وفريقه، واستمكنتم من التوصل إلى معالم حل سوري مبتكر، هذا الحل السوري المبتكر بالتأكيد هو يأتي من فوق، ولكن مضطر لأن يأخذ بعين الاعتبار أولا كل ما يؤمن فيه من تحرك من أجل التغيير في سوريا، وبنفس الوقت بقاء الدولة واستمرارها وتجنب الفوضى والفراغ. بهذا الشكل يمكن وقتها للأطراف الإقليمية، وأنا قلت حقيقة للسيد لافروف بالحرف، قلت له إذا أنتوا توصلتوا إلى حل فسيد هولاند مش راح يعمل فيتو، فضحك، قلت له طبعا إذا أنتوا أحسن ما تضيعوا الوقت في خمسة، تبدأوا في فريق عمل صلب محدود العدد والعدة ويقوم بصياغة قوية، هذه الصياغة يتم فيما بعد عرضها على جنيف 2، وتكون جنيف 2 ملزمة أكثر، ووقتها يمكن أن نتصل. طبعا نحن جنيف 2 تعني بالنسبة لنا من حضر ومن غاب، أي إضافة الإيراني والسعودي والمصري،
وبهذا الشكل ولحسن الحظ الطرف الروسي موافق معنا على هذا الاقتراح، الطرف الأمريكي لديه تحفظ على إيران، ولكن بشكل عام الخطوط العامة لتصورنا لجنيف 2 مقبول بالخط العام من الطرف الأمريكي إلى حد كبير. مشكلتنا مع الطرف الأمريكي بكل وضوح أن لديه قدم في هذا المشروع وقدم أخرى في فكرة الحسم العسكري، لأن أنصار أمريكا في المشروع السوري في كل يوم بيقولوا له يا أخي بقي أسبوعين ثلاث، أنتوا جايين تنقذوا النظام بالحل العسكري بالحل السياسي. وبالتالي مشكلتنا هون. نحن اليوم الأمريكي ما زال يقتنع بأقوال بعض السوريين بأنه المشكلة مشكلة أيام بل أسابيع ويسقط النظام، ووقتها ستكون الكعكة لنا لوحدنا، فلماذا تقدمون تنازلات للطرف الروسي؟ بس هل تعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تنتظر بعض الإخوان السوريين يقول لهم يعني هذا الكلام أيام؟ لا يأخذ بعين الاعتبار أن هناك أكثر من 350 ألف في 350 ألف بين ضابط وضابط صف وجندي في الجيش السوري على الأقل اليوم ما زالوا متماسكين وما زالوا قادرين على الضرب. وبالتالي من يريد القضاء على جيش سوريا أو تحويله إلى جيش ميكرو كما يقال 50 ألف مثل ما طلب كولين باول في 2003 ورفض يومها السيد بشار فاروق الشرع كما هو معروف، فهذا الموضوع معروف، المشروع يومها معروف، طلب من فاروق الشرع في لقائهم الأخير، وأتمنى أن تعرف القصة كاملة. نعم. طلب منه أولا تحجيم القوات المسلحة السورية، ثانيا إغلاق مكاتب المقاومة، وهذا تذكرة نقولها للأستاذ مشعل، وثالثا قطع العلاقة مع حزب الله، ووقتها ستكون العلاقة على ما يرام مع السلطات السورية. وهذه القصة معروفة أصبحت اليوم للقاصي والداني للعدو والصديق. بالمناسبة احنا اليوم منقول لا نقبل بتحطيم المؤسسة العسكرية. نعم. نحن نرفض توظيفها وتوريطها من قبل السلطات السورية في حرب ليست حربها، وفي صراع مع مجتمع هو مجتمعها. من أجل ذلك نطالب بوقف الحل الأمني العسكري، نطالب بوقف القصف، ونطالب أيضا بوقف العمليات الجوية، ونشكر الروس لأنهم أرسلوا مذكرة واضحة بذلك من أجل وقف العمليات الجوية بأي شكل كان وتحت أي ذريعة كان، ولكن ما يدل على أنه كلامهم ليس مسموعا دائما. نعم. وهذا نذكرهم به أيضا للروس، لم تستمع السلطات السورية لهذا الطلب ولهذه المذكرة. طبعا دكتور هيثم، من الواضح إذن أنك تعتبر بأن أي تسوية تاريخية ينبغي أن يشارك فيها الخارج. ذكرت مصر وإيران والسعودية، لم تذكر قطر وتركيا. أسألك عن هذين البلدين بعد الفاصل. أيضا أودت أن تذكر السيد خالد مشعل بشيء ربما نناقشه بعد هذا الموجز. مشعل الكرام معنا.